ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على الكوانتايزيشن، اتكلمنا على يعني ايه يونيفورم ويعني ايه نون يونيفورم، وقلنا اليونيفورم او قلنا عموما يعني عشان بس الناس اللي تبقى مجمعه معانا كل اللي اتقال، ان انا عندي اول حاجه بدانا نتكلم عنها قلنا السامبلينج، وقلنا الحد الادنى من السامبلينج ديت اللي اقدر استعمله عشان استرجع الحاجه تاني بنفس الكواليتي بتاعها، ده اسمه النيكوست ريت. بعد كده قلنا هندخل على مرحله الكوانتايزيشن اللي احنا هنعبر عن الفاليو بقيمه مناظره ليها في الديجيتال، مطلوب لكل قيمه في الانالوج اللي داخله من اف مينيمم لاف ماكسيمم اختار قيمه ديجيتال بتعبر عنها. فقلت لو انا ماشي بستيب ثابته يبقى ده بالنسبه لي يونيفورم كوانتايزيشن اللي احنا حلينا المسائل بتاعته، لكن لو انا مش ماشي بستيب ثابته يبقى ده بالنسبه لي النون يونيفورم كوانتايزيشن، وده بعبر عنه بمعادله رياضيه، والمعادله الرياضيه ديت هي النيولو. اتفقنا كده يا شباب؟ يبقى احنا بالنسبه لي اهو النون يونيفورم بستعمله في حاله الحاجه طبعا اللي فيها نويز شويه، عشان مش ببقى هعرف امشي بستيب ثابته، ببقى عادي لازم امشي بمعادله ايه رياضيه. وطبعا اتكلمنا لما الميو تبقى 255، لا لما الميو تبقى زيرو هتبقى لينير ريليشن، وقلنا الفاريشن الكتير ده معناه ايه، فالكلام ده مش هنقعد نعيده تاني. بقى احنا عايزين ندخل على طول على المسائل بتاعتي عشان ما نضيعش وقت. احنا قلنا المسائل بتاع اليونيفورم كوانتايزيشن، انت بتجيب الستيب الثابته اللي انت بتمشي بيها من اف ماكسيمم اهي اف ناقص اف مينيمم على ال، واللي هي number of levels بالنسبة لنا، وزي ما احنا قلنا ال اللي هي number of levels بتساوي 2 أس ال number of bits، يا بيديني ال يا بيديني ال ال، والله اداني ال ال تمام، اداني ال ال تمام، بجيب فيهم الحاجة التانية. فالمهم ال step size اللي همشي بيها ال f maximum ناقص ال f minimum على ال number of levels، وال quantization عندي برضو في error، فال error اللي انا عايزة اجيبه بالاستبعاء على 2. فده في الجزء اللي كان خاص بال quantization، وقلنا المسائل بتاعت الشيت بتاعته، ان انا لو عندي اي مسألة quantization uniform بعمل ايه، او ازاي بعرف ان هي مسألة uniform في الامتحان، حاجة زي دي كده مثلا. فبيقول لي using uniform وبيديني عدد levels، يبقى كده 4 level، وبيقول لي والله ادي السيكونس ده عايز اجيب الكوانتايزد سيكونس. فقلنا بنجيب اول حاجه الستيب اللي هي الاف ماكسيمم ناقص الاف مينيمم على ال، فطلعت ب 75%. طيب عايز اجيب الواحد 1.2 قصادها ايه، سالب 2.2 قصادها ايه بعد ما اعمل كوانتايزيشن. فبتيجي ازاي لو في حاله اليونيفورم، بقارن لك اهو بين الاثنين، لو في حاله اليونيفورم اهو ببدا الاف مينيمم سالب 1.5، الاف ماكسيمم 1.5، الستيب ماشيه ب 75% اهو بزود، سالب 1.5 زائد 75% بقت سالب 75%، زائد 75% بقت 0، زائد 75% بقت 75%، زائد 75% بقت 1.5. طبعا الافرج ده زائد ده على 2 اداني ده، ده زائد ده على 2، ده زائد ده على 2، ده زائد ده على 2. طيب وبعدين انا عايزه كوانتايز سيكونس اللي قصاد ده في 1.2، اروح اشوف هي بتقع فين هنا قصادها اهو، سالب 2.2 بتقع فين اللي قصادها، سالب نص بتقع فين اللي قصاده، وهكذا. يبقى انا كده جبت الكوانتايزد سيكونس لو في حاله ايه يا شباب، لو في حاله اليونيفورم. يبقى دي الستيب الثابته اللي انا همشي بيها في حاله اليونيفورم. طب في حاله النون يونيفورم بقى انا هعمل ايه؟ والله لو في حاله النون يونيفورم عندي، بصلي كده على مساله زي دي، تطبيق مباشر للقانون لاكثر ولا اقل. بص كده القانون بالنسبه لي انا بطبق تطبيق مباشر، معادله ماثيماتيكال هي معادله الميولو. طب هتيجي تطبق ازاي؟ تعالى يا باشمهندس بص معايا، انا بيقول لي المره دي ان هو عايز برضو للفولوينج سيكونس دوت، قال لك كوانتايز ات يوزنج الميولو. قلنا الميولو اللي هي النون يونيفورم، فالنون يونيفورم يا شباب ادي دي خالص، اداني نمبر اوف ليفلز وطالب مني اجيب الحاجات دي السيكونس المقابل ليها في حاله الميولو، اداني برضو سالب 1.5 و1.5. فانا هبدا الاول المساله كانها مساله يونيفورم عادي خالص، فانا ببدا في الاول كانها مساله يونيفورم، عملت القانون بتاع الكيو ستيب، جبت الستيب اللي اتحرك بيها طلعت 75%، رسمت الخط اللي انا برسمه عادي خالص، بادئ من اف مينيمم وانتهي باف ماكسيمم، عملت كل حاجه كانها في الاول خالص ايه يونيفورم. بعد كده بقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز اطبق القانون. فالقانون اهو اكس ماكسيمم على الميو 10 لوج 1 زائد، هو مديني اصلا الميو بكام ومديني الاكس ماكسيمم بكام، فانا بطبق تطبيق مباشر اللي هيبقى واقف عليا الواي دي. مش طب والله ما انت عندك مره الواي نود اهي،
مره الواي واحد مره الواي اتنين مره الواي تلاته، بس خد بالك هو عايز ابسوليوت فمفيش قيم سالب. فانت اهي الحاجه اللي قدامك اهي اللي انت كنت بتجيبها هي دي الواي نود الواي واحد واي اتنين واي تلاته وهكذا. فبالتالي جبت اكس نود اكس واحد اكس اتنين اكس تلاته فطلع عندك القيم. فهكذا بتجيب الحاجه المناظره اللي هي الكوانتايز سيكونس المناظر. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا كده يعتبر غطينا اغلب المسائل. طبعا زي ما الدكتور قالت لكم يعني الحاجه ما بتجيش زيها، بس هي الفكره ان انت تبقى فاهم الافكار عامله ازاي عشان ما تتلخبطش. اهي نفس المساله برضو بس مديك المره دي الميو ب 16، فهو بس القانون انا بطبقه تطبيق مباشر، هو بيديني الاكس ماكسيمم بيديني الميو. فتطبيق القوانين تطبيق مباشر يا شباب. اهم حاجه اكون عارف يعني ايه كوانتايزيشن سواء كان يونيفورم او نون يونيفورم. يبقى احنا كده غطينا يعني ايه سامبلينج، غطينا يعني ايه كوانتايزيشن. اعتقد كده بالنسبه لكم انتم مش محتاجين اي حاجه تانية ان شاء الله في الجزء ده. هندخل بقى بعد كده اصلا يعني ايه انكريبشن، وهو ده الجزء اللي هيبقى فيه ان شاء الله شغل. شدوا حيلكم، محتاجين اي حاجه معاكم الرقم بتاعي على الواتساب، واشوفكم على خير ان شاء الله في الشابتر الجاي.